مبسوطين طبعا جدا من اللي حصل النهارده. يعني هو كنا بنفكر في البدايه خالص احنا كان نفسنا نعمل ماراثون جديد لان النادي الاهلي ما بادرش باي ماراثون عجل قبل كده. وبعدين برده في انتشار حمله انا ضد التنمر احنا كان نفسنا ندخلها النادي. فاحنا حاولنا بقى ان احنا نشوف الموضوع ده دمجناه مع بعض ان احنا نحاول ان احنا نحارب التنمر بس بطريقه رياضيه وطريقه تثقيفيه وطريقه ترفيهيه يبقى مع الاطفال بعد كده في الرسم وكده. فالحمد لله الفكره نجحت والحمد لله كل المؤسسات تعاونت معانا. هي الحمله كانت مع اليونيسف ومجلس قومي الامومه والطفوله ووزاره التربيه والتعليم. وصل معانا في الماراثون بقى وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المدرسي واتحاد الدراجات. فمع كل ده مع النادي الاهلي الحمد لله يعني كان يوم جميل الحمد لله النهارده. يعني المردود عالي جدا في الثلاث فروع من بقى لنا 3 ايام احنا نازلين النادي مع البروشورات اللي اتوزعت والكلام مع الاعضاء وكده. كل الناس عايزين الحمله تستمر ان احنا نبدا نوديها فرع زايد وفرع مدينه نصر كمان. ناس مبسوطه اصلا للفكره لان كل واحد مفيش بني ادم في الدنيا ما حصلوش حاله تنمر سواء في المدرسه في البيت في كل حاجه. فحاسين ان احنا لمسنا النقطه حساسه عند كل الناس. فالناس حاسه بقى ان هي احنا لا احنا عايزين نيجي عايزين نسمع عايزين نسمع لازم تستمروا معانا لازم تقول لنا زايد لازم تقول لنا مدينه نصر. هنا زعلانين وهنا زعلانين فاحنا هنحاول ان شاء الله نكمل بقيه الحمله في الفرعين التانيين باذن الله. هي دي حمله بدايه زي الحملات الباقيه كده. فاستكمالا للحملات دي كلها احنا بدانا بالنادي الاهلي بحمله انا ضد التنمر وان شاء الله هيبقى في حملات تانية كمان كتير هنبدا بيها. احنا في لجنه الطفل تعاوننا كلنا على ان احنا نقدم حاجه جديده خالص النادي عمره ما اتكلم عنها او اتناقش فيها. والتنمر دلوقتي موجود بشكل كبير جدا في المدارس ومع كل الاولاد وكل الدنيا بتسعى ان هي تعمل حملات ضد التنمر. فده كان واجب علينا ان احنا ندخله النادي ونبدا فعلا بالتعامل مع وزاره الشباب والرياضه وبنتعامل مع اليونيسيف ومع جميع الهيئات المتخصصه في الموضوع ودور الامومه وهيئه الامومه والطفوله علشان نعرف ازاي نلم الموضوع من جميع الاتجاهات. وبالفعل حصلت كل الاتفاقات دي وبالفعل بدانا النهارده عملنا ماراثون كبير بالتعاون مع كل الجهات اللي انا قلتها. والماراثون استمر لدورتين حول النادي كله. وبعدين عملنا ندوه للتوعيه علشان نعرف اولياء الامور ازاي يتعاملوا مع حالات التنمر وازاي يبقى في رد فعل تجاهها. احنا الحمد لله مردود اليوم بالنسبه لنا 100%. يعني احنا ناجحين بنسبه 100%. لجنه الطفل في اول ايفنت ليها برعايه رئيستها وبرعايه اللجنه العليا اللي جان مستر محمد يوسف والاستاذه نداء داوود قدمت دور كبير والحمد لله. يعني احنا ناجحين بنسبه 100% في اول ايفنت لينا. هو بدايه اليوم كانت طبعا الماراثون ومشاركه وزير الشباب والرياضه وشباب النادي الاهلي ومجموعه من المدارس شاركوا معنا في الماراثون. احنا طبعا بادئين اليوم ده بنجهز له بقالنا اكتر من اسبوع هنا وفي مدينه نصر وفي زايد. فالحمد لله مردوده حلو قوي عند الناس وان شاء الله ناجح بوجود الناس معانا وبوجود اعضاء النادي الاهلي. حسنا ان النادي الاهلي طبعا ليه الرياده في اي قضيه بتهم الاطفال بتهم شباب. يعني اي قضيه بنقدر نناقشها جوه النادي الاهلي وان النادي الاهلي يعني عنده القدرة ان هو يبقى ملم بأي قضايا تهم الأطفال والشباب إن شاء الله. الحمد لله احنا شغالين في الموضوع ده بقالنا فترة. كنا بننظم له كلنا تيم ورك واحد. عملنا توعية في الثلاث فروع زايد ومدينة نصر والجزيرة. الأعضاء كانت مرحبة جدا بالفكرة. لجنة الطفل ده كان أول إيفنت ليها. الإيفنت ده طبعا حضرتك شايف عمل صدى كبير جدا بزيارة السيد الوزير شباب ورياضة والنائب العامري فاروق وأعضائنا كلنا والشباب الجمال اللي طلعوا وعملوا ماراثون جميل. والأجمل بقى ندوة أنا ضد التنمر ده الشعار بتاعنا. كلنا عايزين نتعلم من الموضوع ده تنمية افكار ولادنا ان هم ازاي يواجهوا المجتمع لو في حد ضايقهم باي لفظ او اي طلب. طبعا احنا عندنا سكادول في جدول كبير هنبدا في الفتره الجايه. هتلاقوا كل شويه في ندوه وايفنت يسبق التاني يعني ويبقى ليه صدى كبير عن التاني ان شاء الله باذن الله. احنا طبعا ان شاء الله اهم حاجه لينا اولادنا لان انا اصلا عندي يعني الاهلي ده حاجه كبيره جدا. فاحنا نفسنا نفرح كل الاولاد والنهارده عندنا ايفين كبير جدا على التلوين على انا ضد التنمر ولازم كلنا نبقى ضد التنمر. لا احنا حابين نبدا اول ايفنت لينا بنفس الفكره دي اللي حضرتك عارف ان ده دلوقتي توجه الدوله والرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي. فاحنا لازم نمشي في نفس الرينك بتاع دولتنا مصر ونفسنا الاهلي يبقى في اعلى المراكز ان شاء الله ونفسنا نفرح الولاد لان هم دول امل مصر. سعادتي الاكبر ان ده اول ايفنت ينظمه الاتحاد المصري للرياضه المدرسيه وشارك فيه عدد كبير جدا اكتر من 300 طالب وطالبه.
بالتعاون طبعا مع النادي الأهلي والاتحاد المصري للدراجات. وكان مشرفنا بالحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهو مهتم جدا بالرياضة المدرسية وداعم شديد لينا يعني.